أحد المؤمنين، هذه القضية تعود إلى قبل مدة. أحد المؤمنين يأتي من إحدى البلاد البعيدة لزيارة العتبات المقدسة في العراق أولاً، وعند حقوق شرعية يريد أن يسلمها لمرجع التقليد. يأتي يزور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم يذهب إلى بيت مضيف، واحد ضيفه، نزل في بيته، قال لهذا المضيف: إنني أريد أن أزور المرجع الفلاني. قال: ما يخالف. ذهب معا هذا الزائر وذلك الشخص لزيارة المرجع. الشخص دخل، الزائر سلم، قبل يد المرجع، جلس، والمجلس غاص بأهله. قعد قليل ثم قال لهذا الشخص: قوم خل نطلع. قال: أنت أتيت لتسليم الحقوق الشرعية. قال: لا، رأيي تبدل، أنا شفت هذا العالم ما أسلم إليه الحقوق الشرعية. قال له: لماذا؟ قال: ما عجبني وضعه. فخرج، راحوا أدوا أعمالهم، بالليل ناموا، الضيف نايم وصاحب البيت نايم. في أخريات الليل وإذا بالباب يطرق بسرعة وبقوة، صاحب البيت قام فتح الباب وإذا به هذا الضيف. قال له: شنو القضية؟ قال: الآن خلي نقوم نذهب إلى ذلك المرجع. قال له: الآن المرجع نايم. قال له: لا، الآن وقت السحر، وهذا المرجع لا ينام في وقت السحر، وبالأسحار هم يستغفرون. السحر هو السدس الأخير من الليل، وفي رأي بعض العلماء هو الثلث الأخير من الليل. يعني قسموا الليل ستة أقسام، السدس الأخير هو السحر، اللي الآن يصير حوالي ساعة ساعتين قبل أذان الصبح، يعني ثلاثة إلا ربع تقريبا أو ثلاثة. جاء طرق الباب وإذا حقيقة ذلك المرجع مستيقظ، إجا يمه وسلم إليه الحقوق الشرعية واعتذر منه. العالم قال له: شنو قضيته؟ قال: في الواقع أنا عندما دخلت عليك شفتك قاعد وبيدك نرجيلة، كان ذاك المرجع يشرب النرجيلة في هذه اليد، وباليد الثانية أكو في يدك شطب، شايفين الشطب؟ الشطب شيء هكذا له رأس يوضع فيه التبغ ويدخن، هذا يسمى بالشطب. باليد اليمنى النرجيلة وباليد الثانية الشطب. قلت: هذا العالم الذي هو حريص على الدنيا إلى هذا الحد، هذا مو جدير بالاعتماد. فتغير رأيي. بالليل رأيت الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المنام، سلمت عليه فأعرض بوجهه عني. قلت له: يا أمير المؤمنين، أنا من شيعتك، أنا جاي لزيارتك، لماذا تعرض عني؟ قال: لماذا فعلت هكذا مع وكيلي؟ اذهب واعتذر منه، أنا الآن جاي معتذرا منك بأمر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. صاحب الجواهر قال: ولهذا نهينا عن سوء الظن، إذا شفت من واحد عمل مريب لا تتهمه بسرعة لعل له محمل. أنا أدخن النرجيلة، ولكن كان بجانبي واحد من المؤمنين قدم إلي الشطب، أنا ما ردت أرد يده فأخذت الشطب بيدي اليسرى، هاي كل القضية. المهم هذا الشخص اعتذر من ذاك العالم وذهب. في الليلة الثانية يرى هذا الشخص الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المنام، يسلم على الإمام، الإمام يقبل عليه ويبش له ويبتسم في وجهه
ويقول له: أحسنت على ما صنعت، ولكن ليس في صحيفتك الجواهر. لا يفهم شيئا، ولكن ليس في صحيفتك الجواهر. يفز من المنام، يأتيان مرة ثانية إلى العالم، يقول: أيها العالم، أنا رأيت الإمام في المنام وقال لي هذه الكلمة ولم أفهم معنى هذه الكلمة. ذلك العالم يقول: هذه رؤيا صادقة، أنا ألفت كتاب الجواهر. حتما أغلبكم أو كلكم سمعتم باسم موسوعة الجواهر، أعظم موسوعة في الفقه الاستدلالي إلى زمانه، يعني لم يكتب من 1400 عام إلى زمان صاحب الجواهر موسوعة في الفقه بقدر موسوعة الجواهر، 43 مجلد، كل مجلد بذل عليه عمرا حتى كتبه. أنا كاتب هذا الكتاب ولكن ما عندي مال لأطبع هذا الكتاب. الإمام يقول لك: ليس في صحيفتك الجواهر، يعني إذا تحب اكتب هذا الكتاب في صحيفتك، اطبع هذا الكتاب وخلد هذا الكتاب في ديوان أعمالك. هذا الرجل يقول: أنا ما عندي مانع. يأخذ الكتاب ويطبع الكتاب. الآن من 140 عام إلى هذا اليوم، أو أكثر من 140 عام، 160 عام لعله، في كل الحوزات العلمية أهم مصدر من مصادر الفقه إلى زمان صاحب الجواهر الجواهر. ثواب هذا الكتاب لمن؟ ثواب هذا الكتاب لصاحب الجواهر ولذلك الشخص الذي طبع هذا الكتاب. لو لم يطبع هذا التاجر هذا الكتاب لعل الجواهر كان يذهب وينتهي ولا يبقى له أثر في الوجود. في نفس زمان صاحب الجواهر 24 عالم أو 25 عالم بدأوا بتأليف مثل صاحب الجواهر، ولكن كلها ذهبت، الوحيد الذي بقى كتاب الجواهر بفضل إخلاص صاحب الجواهر وبفضل همة هذا الشخص. الجواهر ربما يبقى إلى 1000 عام أو 2000 عام، وكل هذا الفضل في صحيفة ذلك الرجل وفي صحيفة صاحب الجواهر. الحقيقة المؤسسة التي يصنعها الإنسان، الكتاب الذي يطبعه، الصدقة الجارية مهما كانت متواضعة، يعني حتى إذا كتاب متواضع يطبعه الإنسان، هذا الكتاب يبقى له. أكو في الأحاديث أن من طبع كتابا أو كتب كتابا وكتب اسم النبي صلى الله عليه وآله وصلى على النبي، يعني كتب الاسم المبارك وكتب صلى الله عليه وآله، هذه الكلمات ما دامت باقية، هذه الصلوات في الكتاب، الملائكة يسبحون ويستغفرون ويصلون لهذا الشخص ما دامت هذه الكلمات موجودة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يوفقنا لكي نقدم لحياتنا. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي.